أن يختارك الله أن تكون ملبيا في صعيد منى هي قصة اصطفاء ومحبة عظيمة. الحاج مصطفى عبد العال حاج فلسطيني، كتب الله له أن يكون متواجدا لرفقة عائلته في هذا الحج الاستثنائي. انتقلنا معه في سكنه في ربوع منى لينقل لنا هو وعائلته هذا الشعور. الحمد لله أن ربنا من علينا بهذه الاختيار في هذه الحجة الاستثنائية. الحمد لله رب اختارنا بأنا وزوجتي وأختي وبنتيني، فالحمد لله يعني كان الشعور لا يوصف بالقبول، والحمد لله لقينا أفضل خدمات في طواف القدوم وفي عرفات الوقوف بعرفة ما شاء الله وفي مزدلفة، والآن في منى ما شاء الله الخدمات على أكمل وجه. يقول الحاج مصطفى أنه في غاية السعادة والفرح بأن من يرافقه في هذه الرحلة الإيمانية أخته أم باسل، وهي التي لم يحالفها الحظ في أداء فريضة الحج منذ ما يقارب 60 عاما. إن كان في مشاعر مزدلفة، إن كان في عرفة وقوفنا بعرفة، والحمد لله تمت على أفضل الأماكن، يعني أشياء ما كنا متوقعينها صراحة. وكمان في مزدلفة الحمد لله، وكانت النفرة مرة شيء يعني مو طبيعي، يعني وشعور كده يعني أحسه أول مرة. الحمد لله يعني من نفس قلبنا كده طلعت، وغير الدموع اللي نزلت منها. يا ربي لك الحمد، الحمد لله، وربي يتمم الجمرات. واليوم الحمد لله سوى رمينا رمي الجمرات الصغرى، والحمد لله وكانت بأسهل الحدث. ونشعر إن شاء الله ما نصلي في المسجد الأقصى بإذن الله، ويرجع الناس كلهم يجوا يحجوا إن شاء الله، ويبعد هذا الوباء عننا ويكرمنا إن شاء الله بإذن الله. كرمنا في الصلاة في المسجد الأقصى كما أكرمنا في الحج ببيت الله الحرام، والحمد لله هذه أول حجة لينا، ويا ربي لك الحمد. لبيك ما نبض الفؤاد وما دعا، داع وما دمع بعين قد جرى، لبيك يا ذا الجود ما قلب هفا، للعفو منك وبالخضوع تدثرا. أحمد البرتاوي، مكة المكرمة.